القرآن الكريم كما أنه كان يخترق نفوس المؤمنين ويبنيها إيمانيا، في نفس الوقت يخترق نفوس الكافرين ويحدث فيها ربكة داخلية لا تستطيع معها المقاومة، لدرجة أن أبا جهل الذي كان يقاوم النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، والأخنس بن شريق الذي كان يماثله في هذه المقاومة، كانوا لا يتماسكون أمام القرآن الكريم ويشعرون أنه يهز أبدانهم من الداخل. وقد حدث أنهم اتفقوا ذات يوم أن لا يستمعوا إلى رسول الله وهو يتلو القرآن الكريم، لأنهم كانوا بالليل يذهبون ليستمعوا إلى تلاوته، وتوافقوا واتحدوا على أن لا يذهبوا إلى السماع مرة أخرى. لكنهم فجأة في ليلة من الليالي كان الواحد كل واحد منهم يتراجع إلى الخلف إلى أن ضرب في صاحبه، فرأى أنه يعني قد خالف العهد الذي تعاهدوا عليه. بعثت قريش نفسها بالمغيرة بن شعبة أو بالوليد بن المغيرة ليناظر النبي صلى الله عليه وسلم وليقارعه بالحجة التي كان يمتلكها، لأنه كان من أفصح العرب ومن حكماء العرب. لكنه لما وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقد تلا عليه القرآن الكريم تغير وجهه وتبدلت أحواله، فنظر ثم عبس وبسر وسجل القرآن الكريم ذلك المشهد وعاد، وهو لا يملك حيلة في أن يوجه تهمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن نفسه سوى أن يخرج عن إطار القرآن الكريم ليتهمه بأنه ساحر، إن هذا إلا سحر يؤثر. إذا كان القرآن الكريم يفعل هذه التأثيرات كلها في غير المؤمنين، فما بالكم بالمؤمنين الذين كانوا يتلقون القرآن الكريم. كان أبو بكر رضي الله عنه يتلو القرآن الكريم ودموعه تسيل من بين خديه إلى درجة أن أبناء المشركين كانوا يذهبون ليستمعوا إلى أبي بكر وهو يقرأ القرآن الكريم ويتلذذوا بصوته الجميل وبتأثره بالقرآن الكريم، حتى أن قريش طلبت من أبي بكر أن لا يقرأ القرآن الكريم جهرا لأن ذلك يؤثر في أبنائهم. وكانوا عندما يقرؤون القرآن الكريم يشعرون بأنهم أمام لفظ عظيم وأمام تشريع كريم، وكان ذلك يقودهم برفق إلى طاعة الله تعالى وعبادته. في حادثة من الحوادث وقعت في الحبشة، عندما أرادت قريش أن تعيد أولئك الفارين من مكة إليهم من جديد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للمسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. أرسلت قريش فصحاءها ودهاتها وفيهم عمرو بن العاص ويلقب بثعلب الصحراء لكثرة دهائه وقوة حجته وأسلوبه الرائع في التأثير على الآخر، لكن المسلمين الذين كانوا يتشربون القرآن الكريم وكان قد أعطاهم أصول الحكمة وأعطاهم الطرائق التي يناظرون فيها غيرهم ويناقشون فيها الآخرين، لم يستطع عمرو بن العاص ولا غيره أن يكسب تلك الجولة، فاستدعى النجاشي المسلمين وتقدمهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: أيها الملك، إن الله تعالى بعث فينا نبيا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى عبادة الله، عبادة الأوثان إلى عبادة الله، ومن الشرك إلى الإيمان، ومن الأخلاق السيئة إلى الأخلاق الطيبة. ثم قرأ عليه شطرا من سورة مريم، والنجاشي رغم أنه كان يتلقى ذلك عن طريق المترجم إلا أن صوت القرآن الكريم وبلاغته وقوة تأثيره انطلقت إلى قلبه مباشرة، فكانت دموعه تسيل من خديه وهو يسمع سورة مريم. وأمام القرآن الكريم وجد نفسه مضطرا إلى أن يجيب وفد قريش بالرفض التام لأي مطالبة برد هؤلاء إلى أوطانهم، بل في نفس الوقت وفر لهم الحماية، ومن تلك اللحظة أسلم النجاشي وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لاحقا بعد موته صلاة الغائب. فإذا القرآن الكريم يؤثر في النفوس، ولكن